السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد صباحكم، يسعد مساكم، ويسعد أيامكم يا رب العالمين. كيفكم؟ في صحتكم إن شاء الله بخير. اليوم اللهم صل على النبي، حبيت سجلكم فيديو وأعملكم طبخة كتير 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 طيبة. عم ظبط الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ملوخية بس مش دجاج او بلحمة، ملوخية بزيت. ملوخية بزيت هذه كتير كتير طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بصل، يعني قد ما بحط لها بصل بتطلع طيبة. يا ريت تشاركوني بآرائكم، انه شو رأيكم بهالطبخة، بهالشغلة، بالمشوار بطلع فيه معكم عالسوق، اذا بيعجبكم ولا لا. هيك يكون في، اللهم صل على النبي، آراء بينه وبينكم اذا الله رضى بإذن الله. انا حوقف التليفون شوي بس لعبين ما احطه على النار وضق الكزبرة، بس سويني وبرجع لكم، يعني دقيقتين وبرجع لكم اذا الله رد. السلام عليكم، جيت مرة ثانية. اللهم صل على الحبيب محمد. هاي الكزبرة حطها هوني اذا الله رد، وهي البندورات، يعني هلا بستحكم شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي البصل خليهم بس يمشوا فيه يحمروا اذا الله رد. هلا يمكن حدا يشوف انه البصلات كتار، بس هني بس ينقلوا بزموا. وهيك الزبريات هولي توم، حطهم بيناتهم كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عم بعملهم بإيد وماسك التليفون بإيد، بس مستحق الحمد لله، لأنه هلا بسم الله علي الأولاد بالمدرسة، يروح يجيبهم أبوهم من غير شر، وأنا عم بشتغل بالغدا. ان شاء الله عندك يا عم صديق. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيتهم هوني. يا رب هالبصلة، هاتوا الكزبرة. هلا بس يحمروا بحط الكزبريات فوق منهم، وبحط الملوخية، اللهم صلي على النبي، وبرجع بحط البندورات. هدولي من نقطار متر صغيرة، لانه يعني ما بيصمدوا، لانه بدي ارجع اعمل اكل تاني للولاد. هدولي بس لألي ولا ابو صديق من غير الشر. بدي اعمل دجاج اذا الله رضى للولاد بس يجيبوا المدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حوقف التليفون شوي وبس حطهم كلهم فوق بعضهم، برجع اللهم صل على النبي بصورهم شوي، وبس يخلصوا برجع بصورهم اذا الله رد، وفرجيكم كيف طلعوا. بس بيطلعوا بشهوا، بس غير الملوخية تبعت الدجاج،
هيدي بزيت بكزبرة واللهم صل على النبي بندورة وحار هالأشياء هايدي. أنا حوقف التليفون بالإذن منكم، بس شي 5 دقايق بس لطبقون على بعض، ما بستحكم لأني ماسكة التليفون. الله معكم. إيه حبيبة قلبي، اللهم صل على النبي، رجعت لكم مرة تانية. ليك البصلة كيف صورت، ما ضروري نحمرها على الآخر، بس مهم تدبل وتشقر شوي. ليك وحطيت الكزبرة بيناتهم، ليك كيف صوروا. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بحط الملوخيات. هاي الملوخية يابسة، أنا بفرزها بغسلها وبحطها كيس كيس بالبراد. بسم الله الرحمن الرحيم. ها بسم الله بسم الله بسم الله. هاي البندورات بسم الله الرحمن الرحيم. هيك ها بسم الله الرحمن الرحيم. نوص الغص عليهم. احنا اللهم صل على الحبيب محمد. هلا بغطي عليهم شي 10 دقايق ربع ساعة إذا الله رد. بيدبلوا على الآخر، بيدبلوا غير شر. وعدي كده إذا الله رد. أكلة طيبة، يعني الواحد بده ينوع بالأكل. ساعد اللهم صل على النبي بطاطا بتعملي منها من غير شر طبخة. هيك ها اسمح لي هون. يلا خير ان شاء الله، ان شاء الله تكونوا عجبوكم وان شاء الله بتجربوها ومأكول الهنا. الله يرضى عليكم. يلا السلام عليكم. الله والنبي معكم في حفظ الله. اخذكم ام صدق.